يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم لي ولأمثالي حيث مضى لي في طلب العلم عند العلماء قرابة 18 سنة، وأشعر بأن جهدي لم يثمر الثمرة المرجوة، هل أتجاوز طلب العلم وأشتغل وأتفرغ للعبادة علماً بأن عمري قد بلغ 40؟ لا أبداً، لا تمل من طلب العلم، اطلب العلم ولا أنت بمدرك العلم كله، إنما تدرك جزءاً منه، لو تعيش حياتك كلها ما تدرك إلا جزءاً من العلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن القليل مع العمل الصالح فيه بركة وفيه خير، ومواصلة طلب العلم لا شك أنها خير. وأما العبادة، طلب العلم عبادة يا أخي، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة نفعها قاصر عليك، أما طلب العلم فنفعها متعدي، نفعه متعدي إلى الناس، تستفيدون منك، تستفيد أنت في نفسك وتفيد غيرك، فطلب العلم عبادة لا شك. نعم.